باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد. آمين. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله والشركة الروح القدس معكم جميعا. ومع روحك أيضا. اجتمعنا في هذا المساء كي نرفع الصلاة إلى الله أبينا من أجل كل شاب وشابة الموجودين والغائبين، طالبين لهم منه تعالى الصحة التوفيق الحماية، كما نريد أن نصلي لأجل كل شاب وشابة اختارته الإرادة الإلهية إلى الديار السماوية، طالبين له الراحة الأبدية وطالبين لذويه أن يقف معهم السيد المسيح طوال حياتهم. ولكي يتقبل الله منا هذه الذبيحة لنندم على خطايانا فنكون أهلا لإقامتها، أنا أعترف لله القادر على كل شيء ولكم أيها الأخوة بأني خطئت كثيرا بالفكر والقول والفعل والإيمان، خطيئة عظيمة جدا. لذلك أخذ إلى القديسة مريم الدائمة البتولية وإلى جميع الملائكة والقديسين وإليكم أيها الإخوة أن تصلوا من أجلي إلى رب إلهنا. ليرحمنا الله القدير وليغفر لنا زلاتنا ويبلغنا للحياة الأبدية. آمين. القدير، أولنا طوال هذا الزمن الأربعين السنوي أن نجد في الإدراك لعمق سر المسيح وأن نشهد له بسيرة فاضلة بربنا يسوع المسيح ابنك الإله الحي الملك معك ومع الروح القدس إلى دهر الدهور. القراءة الأولى، قراءة من سفر تثنية الاشتراع. كلم موسى الشعب قائلاً: يأخذ الكاهن السلة من يدك فيضعه أمام مذبح الرب إلهك، ثم تجيء وتقول بين يدي الرب إلهك: إن أبي كان آرامياً تائهاً فهبط مصر ونزل هناك في رجال قلائل، فصار ثم أمة عظيمة شديدة كثيرة، فأساء إلينا المصريون وعذبونا وسامونا خدمة شاقة، فصرخنا إلى الرب إله آبائنا فاستجاب الرب صوتنا ونظر إلى ذلنا وشقائنا وضيمنا، فأخرجنا الرب من مصر بيد قديرة وذراع مبسوطة ورعب شديد وآيات ومعجزات، وأفضى بنا إلى هذا الموضع. والآن ها أنا ذا آت بأوائلي ثمر الأرض التي أعطيتني إياها يا رب، ثم ضعه أمام الرب إلهك واسجد بين يدي الرب إلهك. كلام الرب. الشكر
تعال يبيت في ظلال القدير، يقول للرب: يا معتصمي وحصني، إلهي الذي ألقيت عليه الاتكال. توكلنا على الله وهو ملجأنا، توكلنا على الله لا نخاف السوء. لا لن يمسك ضرر ولن تدنو مصيبة من خيمتك، لأنه يصدر إلى ملائكته أمراً أن يحرسوك أينما كنت سائراً. توكلنا على الله وهو ملجأنا، توكلنا على الله لا نخاف السوء. على أيديهم يحملونك لئلا تصدم بحجر رجلك، تطأ السبع والثعبان، تدوس الأسد والتنين. توكلنا على الله وهو ملجأنا، توكلنا على الله لا نخاف السوء. سأنجيه لأنه بات بي متعلقا، سأشمله بالحماية لأنه عرف اسمي. يدعوني فله أستجيب، أنا معه في الكروب، أخلصه وأمنحه مجداً. توكلنا على الله وهو ملجأنا، توكلنا على الله لا نخاف السوء. القراءة الثانية، قراءة من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل روما. أيها الإخوة، ماذا يقول الكتاب؟ إن كلام بالقرب منك في لسانك وفي جنانك، وهذا الكلام هو كلام الإيمان الذي ننادي به. فإذا شهدت بلسانك أن يسوع رب، وآمنت بجنانك أن الله أقامه من بين الأموات، نلت الخلاص. فالإيمان بالجنان يؤدي إلى البر، والشهادة باللسان تؤدي إلى الخلاص. وقد ورد في الكتاب: من آمن به لا يخزى. فلا فرق بين اليهودي واليوناني، فالرب ربهم جميعا، يجود على كل من يدعوه، فكل من يدعو باسم الرب ينال الخلاص. كلام الرب. من بشارة القديس لوقا الإنجيلي البشير. المجد لك يا رب. في ذلك الزمان رجع يسوع من الأردن وهو ممتلئ من الروح القدس، فأقام بدافع من الروح في البرية 40 يوماً، وإبليس يجربه ولم يأكل شيئاً في تلك الأيام. فلما انقضت أحس بالجوع، فقال له إبليس: إن كنت ابن الله فمر هذا الحجر أن يصير رغيفاً. فأجابه يسوع: مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان. فصعد به إبليس وأراه جميع ممالك الأرض
في لحظة من الزمن وقال له: أوليك هذا السلطان كله ومجد هذه الممالك لأنه سلم إلي وأنا أوليه إن أنا شاء، فإن سجدت لي يعود إليك ذلك كله. فأجابه يسوع: مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. فمضى به إلى أورشليم وأقامه على شرفة الهيكل وقال له: إن كنت ابن الله فألقي بنفسك من ها هنا إلى الأسفل، لأنه مكتوب يوصي ملائكته بك ليحفظوك، ومكتوب أيضا يحملونك على أيديهم لئلا تصدم رجلك بحجر. فأجابه يسوع: لقد قيل لا تجربن الرب إلهك. فلما أنهى إبليس جميع ما عنده من تجربة انصرف عنه إلى أن يحين الوقت. كلام الرب. التسبيح لك أيها المسيح. قبل أن أبدأ كلمتي الموجهة لأحبائنا الشباب والفتيات، أوجه كلمة استنكار من هذا المنبر وعبر القناة الفضائية نور سات. فإننا نستنكر أشد الاستنكار المذبحة البشعة التي قامت بها يد المتطرفين في مسجدين في نيوزيلندا، مذبحة نكراء بشعة تختال الآمنين الخاشعين في صلاتهم، ونقول إنها جريمة إرهابية صادمة ومؤلمة توحدنا للاستمرار في محاربة أي تطرف ديني ومحاربة الكراهية والإرهاب الذي لا دين له. وإذ نترحم على شهداء حادث نيوزيلندا الإرهابي الجبان الذي استهدف مصلين ومتمنين للجرحى الشفاء العاجل، نترحم أيضاً على كل إنسان بريء سقط ضحية الإرهاب في أي مكان عبادة كان. وإننا نجدد التفافنا حول الراية الهاشمية، طالبين منه تعالى لسيد البلاد جلالة مليكنا عبد الله الثاني موفور الصحة والحكمة الإلهية ليقود دوماً البلاد نحو المزيد من الإخاء والمحبة والاستقرار. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. آمين. أحبائي، عندما نلفظ كلمة شاب، المرادف الأول الذي يخطر على بالنا لهذه الكلمة هو الأمل، المستقبل، الحياة، التفاؤل، الاندفاع، الحيوية. كل هذا لأن الشاب مجبول بكل هذه التطلعات، فالحياة أمامه والمستقبل هو الذي عليه أن يبنيه، والتفاؤل في تحقيق عمل أفضل. فمن جهة هناك لربما الثورة الداخلية على أفكار وتقاليد ورثوها، ومن جهة أخرى الاندفاع نحو ما هو ابن اليوم من أفكار وأساليب حياتية جديدة، وخاصة أن الأفكار الغربية اقتحمت مجتمعنا وتغلغلت في جميع البيوت بواسطة وسائل الإعلام المختلفة، هذا دون التطرق إلى الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى التي استعمالها الخاطئ جلب الدمار للكثير من البيوت والأشخاص.
ونحن اليوم اجتمعنا هنا في بيته تعالى لأنه لدينا الوعي الكافي والإيمان الكامل بقدرة الله وبكلمة السيد المسيح القائل: أنا الألف والياء. هذا هو الوجه الأول من العملة. الله هو القدير، هو القوي. أما الوجه الثاني فهو إيماننا بأننا ضعفاء محدودين نعيش تحت رحمته تعالى. السيد المسيح يذكرنا ذلك بقوله: بدوني لا تستطيع أن تفعل شيئا. فإذا من جهة قدرة الله، ومن جهة ثانية عدم مقدرتنا حتى ولو كنا في عنفوان الشباب وتعايشا منا مع الحاضر كان أكبر دليل على ذلك. فهناك أسماء لشباب وفتيات كانوا معنا ولكن شاءت الإرادة الإلهية أن تختارهم إلى جوارها. ماذا كان بوسع الإنسان أن يفعل آنذاك؟ إذن معرفتنا بدواتنا وبضعفنا وبكل نقائصنا واعترافا منا بقدرته تعالى كان السبب في اجتماعنا هذا المساء. اجتمعنا لنصلي، لنطلب منه تعالى الحماية، التوفيق، والصحة، والبركة. أحبائي، نعيش اليوم في عالم نشهد فيه تقهقر المبادئ والأخلاق والإيمان، عالم ثائر على مبادئ مقدسة علمنا إياها ربنا يسوع المسيح والكنيسة، ثائر على مبدأ الأسرة المتماسكة، ثائر على ما نسميه العلاقات الشريفة، ثائر ورافض للأسرار الكنسية. نحن أمام بحر هائج من الأفكار الرخيصة وعدم احترام الإنسان لنفسه ولجسده. نحن أمام جيل يرفض الزواج التقليدي الكنسي، يريد التعايش بدل أو قبل الزواج، ويستهزئ بالقيم والأخلاق. جيل استسلم لكل ما هو مباح. أيها الشاب وأيتها الفتاة، في هذا العالم عليكم أن تعيشوا، لكن لا تدعوا هذا العالم يجرفكم بأفكاره وصرعاته التي لا حد لها. لا تدعوا هذا العالم الغريب عن تربيتنا وعقائدنا وتقاليدنا أن يبهر عيونكم. لا تنخدعوا، لا تنخدعوا، فإنهم يدسون لكم السم بالعسل. فالإنفلاتية التي يعيشها الكثير منهم تخدع لتجذب، لكنها لا تعطي سوى التهلكة وعلقم الحياة الأبدية. أنتم مطالبين أن تعيشوا في العالم، لكنكم لستم من هذا العالم كما يقول السيد المسيح. حافظوا على إيمانكم الذي ورثتموه، ولا تبيعوا مبادئكم وعقائدكم بالرخيص. نعم، أنتم مطالبين أن تثبتوا، وفي ثباتكم تنجحون. أنت أيها الشاب، أنت أيتها الفتاة، أنت مطالب أن تعيش طاهراً مقدساً نقياً وسط هذا المستنقع، ولا يتم ذلك إلا بتقربك المتواصل منه تعالى، بتناولك الأسرار المقدسة لتقوى على مسيرتك، وبتعلقك بأمك مريم البتول وبتعاليم الكنيسة المقدسة. وهكذا تصون نفسك من الغرق، تكون قد أنقذت مستقبلك ومستقبل غيرك، فأنت الذي تبني المستقبل. فلا تدع أفكارها الدامة تؤثر على مسيرتك ومسيرة إيمانك. لا تدع أفكار من الشيع من هنا وهناك تهز حياتك ومعتقداتك.
ابعد عنهم، ابعد عنهم، فأنت هو عائلة المستقبل، أنت هو قائد المستقبل، فرأسنا معتمد عليك، إما أن ترفعه أو تنكسه. فلا تكن سبب عار وخزي على نفسك وعلى أهلك. ولا تنسى أيتها الفتاة وأيها الشاب أباك وأمك، فإكرامهم هو عبادة وواجب عليك. حاول أن تكون السند والقوة والأمل لحياة أفضل، لحياة أجمل. كن لهم السند المعنوي والمادي أيضا. وإياك، إياك ثم إياك أن تخجل من أباك وأمك، حتى ولو أحنت الأيام ظهرهم واكتسحت التجاعيد وجههم. ولا تنسى أنك أنت في يوم من الأيام ستصبح أبا، وفي يوم من الأيام ستصبح كهلا. أيها الشاب، أيتها الفتاة، تسلح بالعلم، فالشهادة التي تحملها اليوم بين يديك هي التي ستحملك وتحلق بك غدا في عالم أفضل. وأخيرا، انتبه من رفقاء السوء، انتبه من رفقاء السوء، فبإمكانهم أن يقلبوا حياتك ويدمروا مستقبلك. أحبائي، أيتها الفتاة وأيها الشاب، أنتم فرحنا، أنتم الذين عليكم أن تكملوا المسيرة، فلا تحرقوا أيامكم ولا تبعثروا دقائق حياتكم، بل كونوا ما يطلب منكم السيد المسيح أن تكونوا، نوراً للعالم وملحاً للأرض. وإني اليوم أصلي في هذه الذبيحة طالباً منه تعالى لكل واحد منكم الموجودين والغائبين الصحة والتوفيق والحماية والبركة منه تعالى، كما أذكر بصلواتي أحباء فتيات وشباب اختارهم الله كي يكونوا في جواره، طالباً لهم منه تعالى الراحة الأبدية، وطالباً لأهلهم وذويهم أن يقف الرب يسوع معهم كما وقف بالأمس مع عائلة صديقه أليعازر. إخوتي، إلى الأمام، إلى الأمام، ولا تخشوا المستقبل ما دمتم متسلحين بالإيمان والأخلاق والعزيمة، وما دام الله معكم. سيروا، سيروا إلى الأمام، وعين الله ترعاكم. أمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، موجود غير مخلوق، مساوي الآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بلاطس البندي وتألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا ونترجى قيامة الموتى والحياة الدار الآتي. آمين. علينا أيها الإخوة الأحباء أن نصلي في كل حين، وعلينا أن نصلي بسهر وثبات مع المسيح، وعلى الخصوص في أيام هذا الزمن الأربعيني.
نطلب منك يا رب أن تكون الملجأ والسند لكل أبناء هذه الرعية. إلى الرب نطلب. استجب يا رب. نصلي من أجل شبابنا وشاباتنا، طالبين لهم منك يا رب أن تثبتهم في إيمانهم ليكونوا نوراً للأمم وملحاً للأرض. إلى الرب نطلب. استجب يا رب. نصلي من أجل شبابنا وشاباتنا، طالبين لهم منك يا رب أن تثبتهم في إيمانهم ليكونوا نوراً للأمم وملحاً للأرض. إلى الرب نطلب. استجب يا رب. نصلي لأجل كل شاب وشابة أجبرتهم قسوة الحياة على الهجرة والسفر، كن لهم يا رب الصديق والمعك والأب والحبيب. إلى الرب نطلب. استجب يا رب. نصلي يا رب من أجل بلدنا كي يبقى سالماً وآمناً، وأن تمنح مليكنا الشاب جلالة الملك عبد الله الثاني الصحة والقوة كي يقود دوماً البلاد نحو المزيد من الخير والازدهار. إلى الرب نطلب. استجب يا رب. نصلي هذا المساء لشباب وشابات، كنا نتمنى يا رب أن يكونوا معنا هذا المساء لكنهم غادرونا إلى الديار السماوية. امنحهم يا رب الراحة الأبدية، وامنح ذويهم الصبر ليحملوا صليبهم بإيمان ورجاء. إلى الرب نطلب. لحظة سكوت. كل واحد فينا يصلي من أجل شبابنا وصبايانا، عائلاتنا، طالبين إلهم منه تعالى أن يكون معهم أينما كانوا، أن يمنحهم الحماية، يمنحهم الصحة، يبعد عنهم الأمراض، يكون معهم في الطرقات. إلى الرب نطلب. ولنرفع العيون للأم البتول ونقول السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء مباركة ثمرة بطنك يسوع. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطاة الآن وفي ساعة موتنا. نسألك يا رب أن يرتد شعبك إليك بكل قلبه، فيحصل من رحمتك على ما يجسر ويطلبه إليك في صلاته بالمسيح ربنا. جلوس. سورة القديس دومينيك سافيو. نقدم لك يا رب صديق الشباب القديس دومينيك سافيو، ذاك الشاب الذي أحبك حبا جما. اجعلنا يا رب نتشبه به ونتخذه أخا وصديقا وشفيعا في حياتنا، وساعدنا لكي نكون أطهارا مثله، وأن نعطي المثل الصالح لكل شاب. فاقبلنا معه يا رب وبارك. شهادة التوجيه. أيها الشاب، إنك تجمع بين براءة طفولة الماضي وحيوية الحاضر وآمال رجل المستقبل. نقدم لك يا رب تعب الأيام وسهر الليالي وأحلام وطموحات المستقبل، فبارك يا رب كل خطوة وحقق ما نرجوه، وكن سيد البيت الذي يؤسس ويبني. اقبله يا رب وبارك. الجيتار. فرحي أمنحكم
سلامي أعطيكم. املأ يا رب حياتنا بفرحك، وزين أيامنا بوجودك، لنكون نحن قيثارة المستقبل ولحن الأمل، فنملأ بعطر وجودك مجتمعنا، ونكون سبب فرح وتآخ وسلام في كل بيت ومكان، فاقبله يا رب وبارك. بلوزة الرياضة. لقد منحت يا رب كل واحد منا وزنات مختلفة، ومنحتنا مواهب متعددة، فساعدنا يا رب أن يكون فينا روح الجماعة، لنعيش مع الآخرين وللآخرين ما وهبتنا من النعم، فنستثمر كل عطاياك في سبيل خلاص نفوسنا ونفوس الآخرين. إليك نلتجئ يا رب. مفتاح السيارة. نقدم لك يا رب مفاتيح هذه السيارة، وذلك رمزاً لكل ما نريد أن نقدمه لك، فإننا نريد أن نقدم لك ذواتنا بأكملها، فكن يا رب القبطان الذي يقودنا دوماً إلى بر الأمان، كن الحامي لنا في كل خطوة نخطوها في درب هذه الحياة، كن الصديق والمدافع عنا في أي بقعة كنا، كن أنت السفينة والشراع، فنحن ورقة بين يديك، فاعمل منا ما تشاء، فاقبله يا رب وبارك. العريس والعروس. يا رب أنت الذي باركت بوجودك ووجود أمك العذراء عرس قانا الجليل، اجعلنا نفرح بشبابنا وصبايانا. بارك يا رب العائلات الشابة، قوها أمام الصعوبات، واملأ بيتها بنعمة الأطفال، فيزداد عدد مؤمنيك ويسبحونك على الدوام، فاقبلهم يا رب وبارك. الصليب. يا أمنا مريم البتول، أنت التي وقفت عند أقدام خشبة صليب المخلص، أنت يا من حملت صليب الآلام، أنت يا من اجتاز سيف الحزن في قلبك لدى رؤيتك ابنك ميتاً، أنت يا من احتضنت ابنك المنزل عن الصليب، احتضني بين ذراعيك، فيكتور ديب، أيمن مقطش، عيسى حتر، إيهاب معشر، شروق حجازين، أكثم مصاروة، ستيف اليتيم، طارق بدر، زهدي أبو منة، ديما ثيودوري، ثامر بدر، إياد أبو خضر، أمجد سوالحة، رائد حجازين، إبراهيم وكيلة، وغيرهم. كما ونطلب منك أن تقفي مع كل أب وأم فقد عزيزاً على قلبه. أنت يا من أعطانا إياك يسوع على الصليب، قفي يا عذراء مع كل إنسان حمل هذا الصليب، وبدلي دموعه إلى فرح. آمين. يا قلبي الحزين، يا جرحي الآليم، أوى على ابني موته يفجعني، أوى على
مثل الشام ولم يفتح فا وسأل أبا اغفر لي صليبي أوه على ابني خطايانا سحق لأجلنا ومن معاصينا قد مات فدينا وإلى الله الأب القدير ليقبل مني ومنكم هذه الذبيحة. ليقبل رب الذبيحة من يديه لمجد اسمه وتمجيده ولمعرفتنا وخير الكنيسة المقدسة بأسرها. اللهم ربنا إنك على كل شيء قدير وإننا نبتهل إليك، فاجعلنا أهلا لتقدمة هذه العطايا ونحن نحتفل ببدء الزمن المقدس بالمسيح ربنا. الرب معكم. لنرفع قلوبنا إلى العلا لنشكر الرب إلهنا. إنه لحق وعدل واجب وخلاصي أن نشكرك في كل زمان وفي كل مكان أيها الرب الأب القدوس الإله القدير الأزلي بالمسيح ربنا. إنه منذ أن انقطع عن الطعام 40 يوما في البرية أقر مثل هذه المدة للصوم، فصارت زمناً مقدساً كريماً. وإذ تغلب على مكايد الحية الجهنمية القديمة، علمنا أن نقاوم في كل حين جميع مغريات الخبث والفساد. فإذا ما أقمنا ونحن أطهار القلوب سر فصحه المجيد، عبرنا يوماً بأجمعنا إلى فصح الملكوت الأبدي الخالد. لذلك مع الملائكة وجميع القديسين لك يا رب نسبح بنشد المجد هاتفياً. إنك لقدوس أيها الآب ينبوع كل قداسة، فنسألك أن تفيض روحك على هذه القرابين ليقدسها، فتتحول من أجلنا
إلى جسد وإلى دم يسوع المسيح ربنا، فهو حينما أسلم نفسه للآلام طوعاً أخذ خبزاً والشكر ثم كسر وناول تلاميذه قائلاً: خذوا فكلوا من هذا كلكم، هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم. كذلك من بعد العشاء أخذ الكأس فشكر وناول تلاميذه قائلا: خذوا فاشربوا منها كلكم، هذه هي كأس دمي، دم العهد الجديد الأبدي الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا، اصنعوا هذا لذكري. هذا سر الإيمان. كلما أكلنا هذا الخبز وشربنا هذه الكأس نخبر بموتك إلى أن تأتي يا رب. لذلك فيما نحيي ذكر موت ابنك وقيامته نقدم لك أيها الآب خبز الحياة وكأس الخلاص، ونشكرك على أنك أهلتنا لأن نمثل أمامك لخدمتك. نبتهل إليك خاشعين نحن الذين نشترك في جسد المسيح ودمه كي يجمعنا روحك القدوس ويوحدنا. اذكر يا رب كنيستك المنتشرة في المسكونة كلها، اجعلها تنمو في المحبة مع حبرنا الأعظم البابا فرانسيس والمدبر الرسولي رئيس الأساقفة وأسقفنا ويليام وسائر الإكليروس. اذكر يا رب جليل جدع وسعيد حداد وسميحة وأديب نصروين وسلطانة وخليل ميلادي هلسي ونادر نصر الله ونايف النبر ومنتصر جمه. كما نصلي في ذكرى نصف السنة لريني نصر السيداوي وحكمة وأيوب وصبيحة ولمعة وغانم وعبد الأحد ومتيلة وسالم وفريد وخنون وكنعان الصاع، نصلي أيضا لجاد الله وميشيل غبار وإبراهيم وهيلاني خوري وعيسى وسلطانة وميشيل وسيمون وماري فرنجية وجليل جدع ونصيف خوري وسكينة مقدسي وأمينة تبوني ومضفر الوكيل وفيكتوريا تبوني وريني مقدسي وليلى دردس حداد وعقلة حداد وبولس حدادين الذين دعوتهم إليك من هذا العالم. هب لمن كانوا شبيهين بابنك في موته أن يكونوا به شبيهين في قيامته أيضا. أذكر إخوتنا الذين رقدوا على رجاء القيامة وجميع الموتى المؤمنين، اجعلهم ينعمون بنور وشك البهي. وإياك نسأل أيضا أن تسبغ مراحمك علينا أجمعين وأن يكون لنا نصيب في الحياة الأبدية مع القديسة مريم البتول والدة الإله والقديس يوسف خطيبها العفيف ومار شربل والرسل الأطهار وجميع القديسين الذين أرضوك جيلا بعد جيل. فنسبحك ونمجدك إلى الأبد بابنك يسوع المسيح. فبالمسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الآب القدير في وحدة الروح القدس كل إكرام ومجد إلى أبد الدهور. آمين. وإننا امتثالاً لوصية المخلص واستناداً إلى تعاليمه الإلهي نجسر فنقول:
أيها المسيح الشاب، يا شفيع كل شاب وشابة، أنت يا من ترعرعت في أرضنا وباركت بوجودك جنسنا ودعوت لاتباعك تلاميذك الشباب، ونظرت إلى ذاك الشاب وأحببته، وتركت يوحنا الشاب في خميس الأسرار يضع رأسه على صدرك الحنون. انظر إلينا نحن الشباب والشابات الملتفين حولك والطالبين عونك وحمايتك. انظر إلينا نحن شباب وشابات هذه الرعية، وبارك علينا وعلى أهلنا، وامنحنا التوفيق والوفاق والصحة والبركة، وقدنا دوما على طريق الخير لنشهد لك بسيرتنا ولننشر بحياتنا تعاليمك، وكن دوما في وسطنا كما أنت اليوم حاضر بيننا، ولا تجعل الخبيث يفصلنا عنك، بل كن دوما محور حياتنا. آمين. نجنا يا رب من جميع الشرور والأمراض، تعطف منح السلام والاستقرار في بلادنا، أعضدنا برحمتك واحفظنا من كل خطيئة لنأمن كل اضطراب. نحن المنتظرين في رجاء سعيد مجيء مخلصنا يسوع المسيح. لأن لك الملك والقدرة والمجد أبد الدهور. أيها الرب يسوع المسيح، يا من قلت لرسلك السلام أستودعكم سلامي أمنحكم، لا تنظر إلى خطيئنا بل إلى إيمان كنيستك، وتنازل وامنحها الوحدة والسلام بحسب مشيئتك، أنت الحي المالك أبد الدهور. آمين. ليكن سلام الرب معكم دائما. ومع روحك أيضا. بالمحبة والفرح تبادلوا سلام المسيح. قمنا بطباعة الصلاة التي تليت على مسامعكم للتو، طبعناها على هذا البرواز حتى نهديها لكل شاب وشابة حتى يصليها في البيت ويحتفظ فيها. الرجاء بعد نهاية الذبيحة الإلهية بتقدم الشباب والصبايا حتى نعطيهم هاي الصلاة حتى يصلوها في بيوتهم. هذا هو حمل الله
هذا هو حامل خطايا العالم، طوبى المدعوين إلى وليمة الحمل. يا رب لست مستحقا أنت تدخل تحت سقفي، ولا يحيك الكلمة واحدة تتبرع نفسي. يا رب أنت لي، صفحة 387 387.
إن شئت حياتي صفحة 413. مساء المبارك، أحيي كل شاب وشابة، وأقول لكل شاب وشابة: إن كان الله معنا فمن علينا. إني ولو سلكت في وادي ضلال الموت لا أخاف سوءا، لأنك معي يا إلهي. بتمنى لكم الصحة، التوفيق، الحماية في الطرقات خاصة، والنجاح في الحياة. بطلب من الله أن يبارك على أهليكم، على ذويكم. صلينا اليوم لأجل أيضاً أحباء إلنا غادرونا للحياة الثانية، طلبنا إلهم أن ربنا يمنحهم الراحة الأبدية، وصلينا لذويهم وأهلهم أن ربنا يقف معهم كما وقف مع عائلة إليعازر الصديق. هقد تناولنا خبز السماء الذي يغذي الإيمان وينمي الرجاء ويقوي المحبة، فعلمنا يا إلهنا أن نحيا بكل كلمة تخرج من فمك الإلهي، وأن نجوع إلى المسيح خبز السماء الحق الحي المالك أبد الدهور. آمين. الرب معكم أيضا. بشفاعة والدة الإله ليبارككم الله الآب والابن والروح القدس. آمين. اذهبوا بفرح المسيح. الشكر.